بسم الله الرحمن الرحيم، لازلنا مع الدروس المخصصة لدعم المراجعة، واليوم مع درس آخر من دروس علوم اللغة هو درس التمني. نتعرف أولا على التمني، وهو أسلوب إنشائي طلبي، ويقصد به طلب شيء محبوب لا يرجى تحقيقه، إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المدى. مثلا في كونه مستحيل لا يمكن تحققه، مثلا في قوله تعالى على لسان الكافرين يوم القيامة: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذن الكافرون هنا يطلبون شيئا يستحيل تحقيقه، هو عودتهم إلى الدنيا لكي يصدق بآيات الله سبحانه وتعالى ويصبح ويكون من المؤمنين، أو هذا فيما يتعلق بالمستحيل. أحيانا قد يكون هذا الأمر المحبوب يمكن أن يتحقق لكنه بعيد المنال، مثلا كما في قوله كذلك تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا هذا الذي طلب هو يمكن أن يحقق، يعني أن يصبح الإنسان غنيا مثل غنى قارون، لكنه بعيد المنال بالنسبة إلى من طلب ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف التمني. التمني يكون بمجموعة من الأدوات، وهذه الأدوات هي نوعان. هناك ما يسمى بالأداة الأصلية، وهناك ما يسمى بالأدوات الملحقة. الأداة الأصلية هي ليت، والأدوات الملحقة هي لعل، وهي في أصلها أداة ترجي، ثم هل التي هي في الأصل حرف أو أداة استفهام، ثم كذلك أداة لو التي هي حرف امتناع لامتناع، لكنها هنا أحيانا تؤدي وظيفة التمني، يعني أن يطلب بها شيئا لا يمكن تحقيقه. التمني يفيد معنيين اثنين، المعنى الأول هما المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أما المعنى الحقيقي فهو التمني، أي طلب غير الممكن، سواء كان هذا الممكن مستحيلا أو بعيد المنال. والمعنى الثاني هو الترجي، أي طلب الممكن. التمني أو طلب غير الممكن يكون بجميع أدوات التمني، سواء الأداة الأصلية أو باقي الأدوات الملحقة. أما الترجي فلا يكون إلا بأداتي ليت ولعل. أما وهذا يعني أن لو وهل لا يطلب بها دائما إلا التمني، أي غير الممكن، في حين أن ليت ولعل يمكن أن يطلب بها الممكن، يعني الترجي، ويمكن أن يطلب بها أو بهما عفوا غير الممكن، يعني التمني. إذن هذا وكل ما يتعلق بهذا الدرس المخصص لديكم هذه السنة، وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.